اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم هنا والاصدقاء. يا رب رمضان يكون كويس عليكم كلكم. واحنا النهارده هيكون معانا عم بركات وهنعمل تجربه، وكمان هيكون معانا ضيفه وهندخل مكالمات. وما تنسوش تشتركوا في استوديو بركات كويله، ويا رب كلكم تكونوا كويسين ويا رب تكونوا بخير. هنطلع فاصل ونرجع تاني، باي. وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 78. وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية النهاردة وفاة أول فرنسي. كل البيبان مقفولة مالية غير بابك، عندك طمعان يا ربي واقف على ما تردنيش مكسور، وخدني خدني في رحال. أما صاحبتي بتعطس إحنا بنجري بعيد عنها. الخوف، الخوف من اللي جاي. انتشار الحالات في العالم مخوفني. الخوف من الحاضر، الخوف من الخسارة. ربنا زعلان مننا. لا، ربنا بيختبرنا. يا رب يا رب. الخوف بقى يسيطر على البشر بشكل كبير جدا. وباء الكورونا خطر. الخوف، الخوف خلانا ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا بنستخبى. نسينا، نسينا حاجات كتير. يا ماما إلى الله. لا، ربنا بيحبنا. أنا خايفة ما نقدرش نسلم على بعض. يا رب. أنا خايف نفترق. نسينا إحنا مين، نسينا قيمتنا، نسينا الواقع، نسينا الأمان. مش بنحترم ولا بنخاف على بعض. ربنا زعلان مننا. لا، ربنا بيختبرنا. يا تفكيرنا بس في ذاتنا واللي احنا عايزينه لنفسنا خلانا خسرنا حاجات كتير، اتسبب لنا في وحدة مع اننا مع بعض وقدام بعض لحظة بلحظة. لازم يبقى خوفنا على بعض اقوى من اشتياقنا لبعض، اتسبب لنا في وجع. انا خايف. الخوف، الخوف مسيطر. الخوف احنا اللي صنعناه ولا هو اللي صنعنا؟ الاستغفار، الاستغفار الباب الاخير اللي ممكن نلجأ له، ان مفيش حاجة بايدينا نقدر نعملها. الاستغفار، استغفر الله، استغفر الله العظيم. ورجعنا لكم مع عم بركات، ودلوقتي هنسلم على عم بركات ونشوف هو عامل ايه. ازيك يا عم بركات؟ ازيك يا هان، عامله ايه؟ الحمد لله. انت انا عامل كويس الحمد لله. ازاي عامل كويس؟ يعني اهو كويس. ايه رايك في القميص الفلاستر الجديد شكله حلو. اصل انا قررت كل اعلامي. ماشي، ايه رايك في القرار ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شكرا ما شاء الله. يعني الله اكبر، يعني الله اكبر. يعني انت معايا؟ اه بجد؟ ايوه سامعك. وقبل الفاصل معانا دقيقه ونص وخلص. في ايه، الزمن اتغير ولا ايه؟ ايه انا حبيبتي مالك؟ مفيش. انا عايز اقول لكل الناس اللي بتتفرجوا علينا، هنا اتغيرت، بقت بتقول انجزوا والوقت ومعانا دقيقه ونص. ايه يا حبيبي، انا ما كنتش بعمل كده يا بابا.
انا كنت كويس كده وحبوب مع الناس وفرفوش. انا ما اتغيرتش حضرتك، اللي اتغيرت الاعلام غيرك. اه صح، عارفه انا اتغيرت ليه؟ انا اتغيرت من بره. لا من جوه. لا انا من بره بس، انت اللي اتغيرتي من بره ومن جوه ومن كل حته. اه مش شايفاني. لا ما انا شايف بقى، شايف كل حاجه. طب اقول للناس حاجه؟ اه اتفضل. ولا بلاش؟ اتفضل. برنامجك بقى ده، حتى اسمي مش فيه، انا والاصدقاء اسمي مش في البرنامج. اتفضل. يعني انا مش متضايق ولا حاسس بياس، بس اتفضل اتكلم. ماشي. مساء الفل على حضراتكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وبنقول لاخواتنا المسيحيين كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش بعد الفطار اي لقمه كده مع بعض عشان ايه حبايبنا. وبقول لجوليا وكوكو كل سنه وانتم طيبين، وبقول لمريم كل سنه وانت طيبه. كوكو اخو جوليا. اه فاكره الواد الصغير ده اللي لما كنا في الفيديو وتقول ايه يا حبيبي؟ يقول لك انا عارف انتوا بتتكلموا عليه اصلا. ازيك يا كريستيانو؟ كل سنه وانت طيب، وكل سنه وانت طيبه يا مريم تاني، وكل سنه وانت طيبه يا جوليا تاني، وكل سنه وكل اخواتنا بخير يا رب وستر وصحه وربنا. انت قلت الناس كلها. اه لا ده انا لسه، ده انا انت لو اديتي لي حلقتين هقول، انا عندي كتير بس انا مش عايز اتكلم يعني. وربنا يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويرضى عننا اجمعين، وربنا يصلح حالكم ويديكم الرزق والستر والصحه، امين يا رب العالمين. واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج انا والاصدقاء، بس انا يعني محروم، كنت متعود انا اللي بقول بس خلاص. خلص. طيب احنا دلوقتي هنعمل التجربه. ايه ده مش تقولي لي عندك حاجه تانية تقولها؟ في حاجه تحب تقولها؟ خلاص بقى ما انت احرجتيني. طيب اوكي. هتعملي لنا تجربه ايه؟ المايك فك؟ اه. طب استنى اجاوب لك. اه يما. الاثنين فك. كمان؟ اه. ما انت لابسه يا هنون حاجه خف قوي. بس يا رب ما يفصل صوت، هما بقى ياخدوا بالهم. فين ال اهو. شكرا كده تمام. اه استني لحظه. ها استني كده تمام. تمام. يلا بينا نبدا التجربه. طيب اول من لازم اطبق من فضلك. هيعمل لك زوم. انت اتغيرتي، قلت لك انت اتغيرتي مش مصدقه. بس عشان يشوف هيعمل له زوم. اول حاجه هنحتاج ميه بالراحه، بس واحده واحده يعني، ما تستعجليش وما تخليش العصبيه جواكي تاخدك. حط شويه ميه. ايوه. بعدين حط فلفل. ايه يا بنت مصر؟ يعني ايه مخترعه؟ استني بس استني. انت إيه؟ بتجري ليه؟ استني. احنا عايزين نقول للناس هتحطوا جزء ازازه ميه. لا استني بس، احنا حطينا ميه قد ايه؟ مش نقول للناس حطينا ميه قد ايه؟ الاعلام خدك من التجارب والاختراعات. طيب هنحط جزء مجزأ من الميه، حبه يعني، حط حبه انت وضميرك. ها. وبعدين نحط شوية فلفل. شوية ايه؟ فلفل. فلفل؟ انت صايمة النهاردة صح؟ مفيش مجهود. حط شوية. قد ايه بقى الفلفل؟ هنحط، عايزين يعني فلفل يكون باين، مش كتير قوي بس يكون باين الطبق. ماشي. يعني يا دوبك على قد وش الطبق كده. استنى كده استنى كده اوري يا عم عزب. هيبان يا عم عزب؟ خليك عشان ما يقعش. لا مش هيبان مش هيبان، لازم نرفع الطبق. طيب. ماشي. حط شوية كمان بس كده. يعني هتحط، طب استني استنى انا هحاول اوريهم. بس خلي بالك عشان ما اقعش على البنطلون. لا مش هيقع، بالك. لا مش هيبان. خليه اخليه؟ اخليه. اه خلاص خلاص خلاص. خلاص؟ نزله عشان ما يقعش. اهو اهو. اوكي. يعني يا دوبك على قد الوش، كده ميه وفلفل اسود صح؟ اه. اوكي. انت وديت الفلفل معرفش فين؟ احنا كده يعني من الاخر يا جماعه معلقه فلفل اسود. ماشي. ماشي، يعني يا دوبك معلقه تقضي الغرض. وبعدين هنحتاج صابون سائل. اي صابون عادي؟ لا صابون سائل. ايوه ما اي صابون سائل اللي هو بتغسلوا بايديكوا او اللي هو بتاع المواعين. ماشي. وصابون سائل اهو. ماشي. وهنحتاج اللي هي بتاعت الودان. الصابون السائل ده قد ايه بقى؟ لا احنا هناخد يعني ناخد نقطة بس. ماشي. جايبة كل دي عشان نقطة؟ طب كنت حطيتها في كيس بلاستيك. عشان دي اللي كانت موجودة. أوكي. هنحتاج بتاعة الودان، حطها هنا. بس يعني كل ده عشان نقطة صابون يا هنا؟ خلاص. أيوة ما حرام، دفترة ده تبذير. دي كانت العلبة اللي كانت موجودة وكانت مليانة كده. ماشي. وهنحط نغمس. نغمسها. أو ناكلها. لا مش هناكلها. أديها هنجيب ال اقفلها. ايوه اقفلها عشان ما تتكبش. ايوه
هنجيب القطنه اللي فيها صابون عايزاكم وهنحطها هنا في الطبق. بص ايه اللي هيحصل، هنحطها كده مره واحده. بسم الله. طبعا لا الكاميرا ما بينتش. لا هنعملها تاني، اعمل واحده تانيه، اعمل واحده تانيه. احنا ممكن كده ثانيه واحده عشان طب والله حلو، بس انا لازم تفهميني الشرح ده. لا ما انت استنى الشرح لسه هقول لك احنا هنعمل ايه دلوقتي. حط شويه فلفل. هي من الاخر يا جماعه الفلفل الاسود كله خد بعد كده فجاه. هناخد كيس صابون. صدقي يا هنا يا بنت مصر يا مخترع، انا بدات اقتنع بالتجربه. انا ممكن اخليك بقى تعملها. ماشي حطها جامد. لا حطها جامد. استنى كده نشوف عم عزب. انت معانا عم عزب هنا؟ تمام. بصوا تقريبا هيبان تقريبا. ما تلعبش بس في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اكيد بان. بان يا جماعه. باين. طيب هو اللي احنا عايزين نقوله. طب استني زي ما هو كده. يا الفلفل باعد لما حطينا الصابون. شوف كده يا عم عزب، هو الطبق لو مايلنا اكتر. خلاص بس عشان ماشي. طيب فهم اشرحي لي بقى التجربه العمليه ده عشان مش فاهم اي حاجه. بس غير اللي انا جعت. بس انا هقول لهم حاجه بقى. احنا خلاص اقعدي مكانك واشرحي. اوكي ثانيه واحده. على بالك يا سياره قصدي يا جميله. احنا دلوقتي عايزينكم يا جماعه كلكم يعني تفكروا ليه هو حصل كده؟ عايزاكم تتفكروا. لا ما انت قولي التجربه عملتها ازاي؟ بصوا يعني اشرحي كل احنا الفكرة. هنجيب طبق ونحط فيه ميه، شويه ميه، يعني حبه ميه. ماشي. ولازم يكون طبق غويط زي الطبق ده. بعديها عليه شويه فلفل اسود. مش الفلفل اللي هو الفلفل ده. فلفل اللي هو الاسود. بعديها نحط شويه منه في الطبق، ما يكونش كتير بس يبين، بس ان هو باين يعني يكون باين. بعديها نجيب بتاعة الودان ونحطها في شوية صابون سائل ونحطها في الطبق. أول لما نحطها في نص الطبق، أول لما نحطها الفلفل هيبعد، فأنا هينعزل على الأطراف كلها، هيرجع مع الماية. فأنا عايزاكم تفكروا كده، حاولوا تفكروا وتعرفوا ليه حصل كده وتكلمونا. طب أنا يعني ممكن أسألك هو ليه حصل كده؟ لأن أنا عندي فضول. لا ما انا عايزه بس انا عايز اقول لك على حاجه هنا. عايز بجد الجمهور يفكر. الجمهور هيفكر ان شاء الله. انا عايز اقول لك على حاجه. انا فعلا عايز اقول لك حقيقي ان العلم نور. بجد يعني كل الناس اللي بتتفرج علينا لازم تفهموا فعلا ان العلم نور فعلا فعلا، والعلم مفيد للانسان. وانا حاسس ان انا قامر على الكرسي. لسه استنى. ارجع لورا شويه. ايه رايك كده؟ حلو. انا كده كويس يا جماعه؟ يلا تمام. فحقيقي بجد يعني شوف التجارب اللي انت عملتيها قبل كده يا بنت مصر وانا ابن مصر، وكنت بعمل كده فاكره منبهر بالتجربه. بس دي الصراحه انا بتكلم، انا صايم، انا بتكلم الحقيقه. يعني بعد الفلفل الاسود ان هو ينعزل على شكل دايره كده حوالين الصابون فعلا اكد لي ان العلم كويس، واكد لي ان يعني فعلا حاجات كتير طبعا طبعًا. هو هيكون في رقم هنا تحت، فحاولوا تفكروا كده ومحدش يخش على اليوتيوب عشان انا شايفاكم. من غشنا ليس منا. محدش يخش على اليوتيوب. حاولوا كده تفكروا ليه الصابون عمل كده او ليه الفلفل عمل كده. يكون في رقم هنا تحت تكلمونا عليه وتقولوا لنا بقى ليه حصل كده، واحنا هنقول لكم يا اما جاوبت صح يا اما جاوبت غلط. طب ايه رايك اللي يجاوب صح نجيبه معانا في حلقه؟ ماشي يلا. دي تكون الجائزه الكبيره. ما تردوش على حد بقى يا جماعه، ما تردوش على حد، ما تخش الخط على حد خالص. لا نخليهم بقى يكون في رقم هنا زي ما انا قلت لكم، وهتتصلوا عليه من علينا عليه علينا تتصلوا عليه عشان تكلمونا وتقولوا لنا ايه ليه حصل كده، وهتبقوا تطلعوا معانا في البرنامج. ولو ما حدش اتصل تقولي لي في اخر الحلقه، مش هتهربي مني. ما حدش اتصل تقولي لي بقى انت تقنعيني ليه الفلفل الاسود انعزل كده وخد ايه مسافات. اوكي فلما يحط لكم الرقم، اول لما تشوفوا الرقم فضلكم حطوا لهم، اول لما تشوفوه كلمونا وشوفوا بقى فكر. بس ما حدش يفتح اليوتيوب. غش؟ لا نو غش، نو تشيتنج.
نو غش، انا بقولها نو غش. انت عندك مشكله اهو الرقم اهو. ماشي تمام. طيب ايه بقى؟ احنا دلوقتي هنتكلم عن الانسانيه شويه، وبعديها هنطلع فاصل ونبقى نرحب بالضيفه مايا. مايا اسمه مايا حلو صح؟ اه مايا. ازيك يا مايا؟ عامله ايه؟ مايا طبعا ما شاء الله، يعني الله اكبر عليك، انت منوره الجروب عندنا اصلا، والجروب مقلوب عليك من ساعه ما عرف ان انت طالعه معانا ما شاء الله. لما تيجي بس هنتكلم في الحلقه، واحنا ليه بنتكلم وهي مش معانا؟ لما تيجي بس. طيب اكلمك انا على الانسانيه. اوكي. بص، الانسانيه بالنسبه لنا احنا في حياتنا ليها مواقف كتير جدا جدا. هقول لك مثلا ابسط مثال، ممكن يكون ثانيه واحده معانا جودي. اتفضلي يا جودي. ازيك عامله ايه؟ تمام. شكرا. حضرتك عرفتي التجربه اللي طب ينفع بس حضرتك توطي التلفزيون شويه عشان نسمع حضرتك؟ ممكن تقولي كده السؤال؟ اه. طب حضرتك عرفتي ليه التجربه، ليه يعني هي عملت كده؟ انت سامعانا ولا ايه؟ طب ابقي كلمينا تاني يا جودي. ماشي، وشكرا يا جودي عشان انت خليتيها تستنى معانا. جودي يعني ايه الاحراج ده؟ اسمها دي بقى الانسانيه. الانسانيه بدل ما تقولي استنى معانا جودي ثانيه واحده، قلت ثانيه واحده. المفروض اسمها من فضلك يا فنان يا بركات كويلة يا نجم العالم ثانيه واحده، مش ثانيه واحده معانا جودي. انا لما كانت بتيجي مكالمات حضرتك انا لما كانت بتيجي مكالمات تمام كنت بسيبكم تخلصوا كلامكم خالص، بعد كده اقول معانا مكالمه وارحب باللي بيتصل بينا. انما دلوقتي بقت ثانيه واحده معانا مكالمه. حلو قوي الكلام. سوري تقبلته. بس انا هو ليه حضرتك كل مره بتقعد تقول بركات كلها نجم العالم وانت بتيجي عند بركات كلها وتسكتي ليه؟ بركات كلها نجم العالم. طب ايقونه البدرشين يعني أيقونة مصر ولا ايه؟ ماشي اوكي. اكمل لك الانسانيه. اتفضل. الانسانيه ابسط حل فيها ممكن يكون حصل معانا دلوقتي في اول الحلقه. أوكي. ايه هو؟ يعني مثلا لما انت قمتي كان المايك والبيس واقع كويس. هنا بقى دور الانسانيه، هو عادي انا وانت ممكن نشوفه عادي، وممكن اللي بيتفرجوا علينا شايفين ان هو عادي، لكن هو دور انساني او موقف انساني. ليه؟ كان ممكن انا اسيبك تحتسي صح كده، وهعمل لك ايه يعني؟ هقول لك اتصرفي، حاولي تركبيه عشان انا قاعد، عشان انا مش هينفع اقوم كويس. انما الانسانيه ان الانسان كويس وعنده رحمه وبيحس باللي حواليه، بياخد باله من اللي حواليه، بيهتم باللي حواليه. اضطريت ان انا اقوم عشان عارف ان انت مش هتشوفي المكان فين، واضطريت ان انا اعمله لك كويس. دي ابسط 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 حاجه في الانسانيه، ان انت تحس باللي حواليك، وان انت تاخد بالك من اللي حواليك، وان انت تحاول تعمل حاجه. انا هقول لك موقف حلو قوي كمان في الانسانيه. من 3 شهور كده او 4 شهور قلت تاكسو، وقف التاكسو عيانه عشان انا بحب اعيش دور الاجنبي شويه، بس بقول له تاكسو برضو، هو ده الاجنبي عندي. تاكسو يا اسطى، وما تقوليش يا اسطى ليه، هي تاكسو يا اسطى مع بعض عادي. قلت له رايح الحته الفلانيه، قال لي اركب. ركبت بقى وما رضيتش اركب ورا واتنك، انا ركبت قدام عشان قدام بيبقى كده يبان ان انت يعني ايه واخده تاكسي كده ورايحه مشوار. المهم اتصلت باخويا، انا كنت رايح مشوار، وقايل لاخويا ايه اللي هو يجيب لي فلوس ويقابلني يعني كده في الطريق. ركزي بقى في الكلام ده. فاتصلت بيه، ايوه يا استاذ. قال لي ايوه يا فنان يا نجم العالم وبركات كلها يا اخويا يا حبيب قلبي. قلت له انت فين؟ قال لي انا لسه مش عارف فين. قلت له فين الفلوس؟ قال لي ما انا لسه هروح مدينه نصر وبعد كده ارجع اجيب لك الفلوس. فانا زعلت، فقلت له انت بتهزر، انا مش قايل لك تجيب لي الفلوس وتقابلني بسرعه عشان انا عندي شغل. اقفل. رحت قافل في وشه. وانا بقفل هنا مفيش انسانيه يعني، بس اخويا عادي احنا متعودين على كده، هو اخويا الصغير عامل اللي انا عايزه. المهم وانا بتكلم كان السواق عم محمود طبعا شاهد على القصه دي، اللي هو سواق التاكسي. عامل ازاي كده وانا بتكلم، فانا فاكر ان هو ايه حد يعني ايه رخم عليه في من العربيات او حاجه. قفلت معاه، هو سايب ابص عامل ازاي، وعم محمود موجود ممكن نجيبه معانا اي حاله عشان خدت رقمه عشان لا احكوا لك ده. بقول لك ايه، قلت له يا فندم احنا دلوقتي هنتصرف، هو سايق ما معرفوش. قلت له هنتصرف في ايه؟ قال لي احنا دلوقتي هنروح البيت هنجيب 500 جنيه وهديهم لك.
وهاتهم اي وقت او ما تجيبهمش كده كده هاخده. انا حسيت ان انا مخطوف، ايه يعني اجيب لك 500 جنيه؟ فقلت له ليه حضرتك؟ قال لي مش انت محتاج فلوس من اخوك، اخوك ما جابش. قلت له عادي يعني، بس كنت رايح مشوار بتاع. قال لي انت هتاخد 500 جنيه دلوقتي وهتجيبهم اي وقت، ولو ما جبتهمش مش عايزهم، انا كده كده هاخدهم. برضه مصمم كده كده هاخدهم، ومصمم ان انا اخد ال 500 جنيه. فقلت له حضرتك انا معايا فلوس الحمد لله مستور، بس دي فلوس يعني ايه شغل وكده. قال لي لا لازم تاخد 500 جنيه دلوقتي. يا عم الله يكرمك، لازم تاخد 500. بصي هو حس ان انا محتاج فلوس، وطبعا ادائي وكلامي وصوتي الواطي حسسه اكتر ان انا محتاج فلوس فعلا يعني كويس. وما ظنش فيا سوء الظن ان انا ممكن اكون بمثل مثلا عشان اصعب عليهم ما ادلوش فلوس في الاخر، فلوس التاكسي او حاجه. لا هو ظن الظن الكويس الجميل اللي هو في الاخر عايز يساعدني وعايز يديلي 500 جنيه. المهم خدنا بقى ايه واحنا ماشيين طول المسافه، اديك 500 جنيه يا عم والله معاك، والله العظيم تاخد 500 يا عم، ابوس ايدك نزلني نزلني هنا. قال لا مش انت رايح في الحته الفلانيه؟ قلت له اه. قال لي هوديك الحته الفلانيه واديك 500. يا عم نزلني، انت خاطفني صح؟ انت خاطفني بس بتضيع وقت. كلمه كده كلمه كده كلمه كده راح قافل بقى. وصلت مشواري وراح قافل العداد يعني عشان ما عنديش فلوس. ما عارف بقى اللي انا معيش فلوس رغم ان انا معايا والله، بس هو حاسس ان انا معيش فلوس. فقال لي بص يا ابني انا هديك دلوقتي 500 جنيه قد مشوارك وقد حياتك، هاتهم اي وقت، ولو ما جبتهمش عادي وكده كده هاخدهم. قلت له حضرتك انت ليه مقتنع ان انا معيش فلوس؟ رحت مطلع المحفظه. قال لي على الطلاق ما تطلع حاجه. قلت له لا دي محفظه ما تخافش. قال لي ولا اي، انا عايز اديك فلوس. معلش ثانيه واحده، احنا معانا تليفون. اوكي معايا تليفون. من مين بقى؟ مريم. الله بحب اسم مريم قوي. الو مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بقول برنامج تحفه جدا وعجبني جدا. البرنامج ايه؟ تحفه تحفه. تسلمي يا مريم. ميرسي. انا عايز اقول لك انا بحب اسم مريم، يعني مش عايز اقول لك عامل ازاي. ازاي بقى حضرتك؟ كويس وكويسه الحمد لله. بتقول لك انت كويسه؟ اه الحمد لله. انا بحبك جدا والله، بناتي قاعدين بيتفرجوا عليك دلوقتي. شكرا قوي. طيب سلم لنا عليهم. طيب كتير كتير سلم كتير سلم لنا عليهم. طيب وحد من عندك يا مريم عرف التجربه سرها ايه؟ اه لا والله دي اللي بقلب مهجرانا النهارده. ايش هي التجربه؟ صعبه شويه يا استاذه مريم. هي صعبه بس عادي بقى. انا اسف اللي انا قلت لك مريم في الاول، كنت فاكرك طفله، بس طلع ان انت عندك اولاد، فاستاذه مريم حقك علينا. لا ولا يهمك عادي ولا يهمك. ماشي شكرا لحضرتك، ودايما كلمينا بقى ان شاء الله. حاضر. ماشي شكرا لحضرتك. شكرا شكرا. وصلنا لفين؟ طبعا شكرا استاذه مريم، وشكرا لاطفالك الحلوين اللي قاعدين بيتفرجوا علينا. البوسه دي للاطفال، خدتوا البوسه دي للاطفال. لا اعملي باي باي تاني. باي. خد خد بقى البوسه. باي. ابوظ لك البتاع. طيب اكمل لك بقى. اه اتفضل. فالمهم قلت له لا انا اوريك دلوقتي اللي انا معايا فلوس، ربنا سترني الحمد لله يعني راضي والدنيا جميله. قال لي بص المواقف في حياه الانسان اهم من الانسان، لان احنا كده كده يعني ميتين. فقال لي اللي بيقعد الموقف كويس. قلت له على فكره انا فاهم يعني ايه كلمه انا هدي لك هاتهم اي وقت، ولو ما جبتهمش كده كده هاخدهم، عشان كده ما علقتش على الكلمه دي. وانا فاهمها كويس جدا وفاهمها في حياتي كويس جدا، ان انت ممكن تدفع لحد او تساعد حد بجنيه او بفلوس يعني او بحاجه، وانت عارف ان كده كده مش هيجيبها وكده كده رايحه، بس كده كده هتجيلك. ربنا دايما التجاره مع ربنا كويسه كويس. بص بقى الانسانيه والجمال اللي فيه. فين وفين لما اقتنع، لما شاف ان انا معيش فلوس، عم محمود ربنا يدي لك الستر والصحة والرضا ويكرمك ويبارك فيك ويبارك في عيالك يا رب لو انت شايفنا، عشان انت راجل طيب وانا حبيتك. المهم اقتنع تمام ان انا معايا فلوس وكله تمام. فقلت له بص انا عندي برنامج على قناة الصحة والجمال، انا عايزك تطلع معايا ونحكي للناس الموقف اللي حصل بينا ده، عشان خاطر الناس تعرف ان في خير وتعرف ان احنا بنساعد بعض، ومش فارق مين بيساعد مين ولا مين شغال ايه فبيساعد مين، ممكن حد عادي يساعد حد كبير والعكس وكده. اكمل ولا في حد؟ اكمل يعني؟ اه ماشي. المهم لما قلت له اطلع في البرنامج قال لي لا وما تضيعش تجارتي مع ربنا ومش عارف ايه. طيب معلش بس يا عم بركات، احنا
معلش اسفين، هنطلع فاصل ونرجع تاني وهنطلع مع مايا. مايا مايا احنا جايين لك يا مايا. باي لون باي. هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا. رمضان زمان كان وكان، ونفتكر واحنا صغيرين وقد ايه كنا فرحانين. يلا نخلي رمضان السنه دي احلى رمضان، يلا نقرب من رحمه الشوارع ونسال على بعض صلاه الظهر، نطمن على بعض ونحتفل بالعباده والصيام والقرب من الرحمن. رمضان زمان هو رمضان دلوقتي، الناس الحلوة. الفرق ان الوقت هيجري وهنقول على رمضان السنة دي كان زمان، لا وكان وكان وكانت احلى الايام. العبادة فرصتك في رمضان ده ان هو يبقى احلى رمضان. العبادة بركة كويلة. ورجعنا لكم تاني مع مايا ومع عمو بركات. لا استني بقى، انت قلتي ايه؟ احنا على الهوا خلي بالك. قلتي ايه؟ اصل هو كان اشتغلت الكاميرا. ايوه وانت كنت ساكتين فبقول ان احنا كنا على الهوا دلوقتي. ايوه برافو عليك. طب بصي بقى لكاميرتك الجميله. دي كاميرتك، كاميرتك، وقولي بقى للناس كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. لا استنى بس، رمضان كريم كلكم. ما تنسوش تعيدوا علينا. تنسوش ايه؟ تعيدوا علينا. ما تنسوش تعيدوا علينا. ايوه وحولوا لنا فلوس. وحولوا لنا فلوس. ازيك يا مايا؟ الحمد لله. شفتنا بره واحنا عاملين فرح؟ مايا مايا عاملين نعمل كده؟ ولا ما كنتش بتتفرج علينا؟ لا كنت بتفرج بس مش كله عشان كنت في التواليت. اها كده ماشي. طيب الله اكبر، اللهم صل على النبي. ازيك يا ماي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس. عينيكي بتبصلي، انا حاسس انت عايزه في حاجه. طيب يا ماي اسالك سؤال، هو ايه اللي خلاكي عايزه تطلعي معانا في البرنامج؟ قولي لها عشان عايزه اطلع في التلفزيون. عشان بحب اطلع في التلفزيون. انا ممكن اعلق على الحته دي؟ اتفضل. القصه باظت؟ احنا على الهوا صح؟ كويسه. ايوه على الهوا. لا مش ده، اصل براند برضه، خلي بالك خلي بالك، احنا اي حاجه بنجيبها من اي مكان براند.
بصي بصي بقى يا مايا، هقول لك حاجه. وبصي برضو يا هنا، انت كمان عايزك يعني ايه تاخدي بالك من الكلام ده. حته انا بحب اطلع في التلفزيون كويس، اكيد في ناس كتير تحب اللي هي تطلع في التلفزيون صح، بس المهم انت عايز تطلع في التلفزيون ليه؟ صح؟ ليه بقى؟ اوضح اوضح. يعني مثلا انت عايز تطلع في التلفزيون، وفي ناس كتيره كتير جدا كل يوم بيطلعوا في التلفزيون، بس انت دورك ايه؟ ايه الهدف؟ ايه الرساله اللي عندك؟ حتى لو مش هتعمله من حلقه او من مره في التلفزيون، بس هل عندك خطه او عندك فكره او عندك فكره اللي انت تفكر انا اطلع في التلفزيون عشان عايز اعمل لنفسي مستقبل معين، او انا عايز افيد الناس، او انا عايز اقول للناس حاجه تنفعهم، او انا عايز اطلع اعلاميه، او اطلع ممثله، او اطلع مطربه، او اطلع بقرا قران، او اطلع بلعب سباحه، او كويس. فكره ان انا بطلع في التلفزيون لازم يكون ليها استغلال كويس. انت جات لك الفرصه ان انت تطلع في التلفزيون، قدم اللي يبهر الناس ويخليهم يحبوكوا، عشان بيبقى في فرصه تانية، في خبره اكتر، في حاجات انا بقدمها تفيد الناس وتفيد زمايلي وتفيد اهلي، وابقى بطلع في التلفزيون بوضع كده اجتماعي كويس، وبطلع اللي انا عندي دور في الحياه، وبطلع اللي انا اقدر افيد الناس في المستقبل، حتى لو مش من المره الاولى. اكيد من المره الاولى مش هنعمل حاجه يعني، بس ممكن على الاقل نقرب من الناس ونحسسهم اللي احنا معاهم واللي احنا بنحبهم واللي احنا نقدر نعمل حاجه. انت تقدري تعملي حاجه؟ انا كل اللي انا نفسي فيه عشان اطلع التلفزيون، انا نفسي امثل. الله، طب انت بتعرفي تمثلي؟ لا. ايه ده؟ ايه والله عايزة تطلعي ايه ده؟ ايه الإحراج ده؟ يعني مثلا هما لو اخدوكي مثلا في مسلسل او حاجة وقال لك مثلي مثلا اي حاجة من دماغك، هتقولي ما اعرفش امثل؟ مثلا لو جالك فجأة مثلا مامتك قالتك مثلا بالليل. ايه اشمعنى بالليل؟ اي حاجه الوقت يعني. او إيه انتوا هتتفقوا مع بعض ولا ايه؟ لا قالت لك مثلا بالليل قبل ما تنامي مثلا، بكره يا ماي الصبح بدري احنا هنطلع في التلفزيون. انت بص انا ليه مش فاهم في التلفزيون في التلفزيون. استني بس، في ايه هنا؟ والله في حد واقف ورايا؟ لا مفيش. وانت بس ولا بصله ولا لا انا بصله بس انت ماشي. لا مامتك قالت لك مثلا الصبح بدري في اليوم اللي انت تطلع، قلت لك يا مايا احنا هنطلع في التلفزيون عشان انت هتمثلي، وانت ولا جهزتي اي حاجه ولبستي ونزلتوا، هيقول لك مثلي حاجه، تقول ما اعرفش امثل. ايوه ودي مصداقيه. انا اقول لك بقى اعمل ايه قبل ما انزل بخمس دقايق هلبس. انا ببقى صاروخ لما بكون قدامي. ايه صاروخ لما بكون قدامي خمس دقايق استني على بس الوقت عشان اتاخر. استني يا صاروخ ايه ببقى صاروخ؟ يعني انت ببقى سريعه قوي يا بنت اللذينه. طب لو قدامك الشباب لنا لو قدامك دقيقه لا استنى، عايز اوضح للناس اللي بتتفرج عليها، بتبقى صاروخ في سرعه اللبس. ما انت وضحي، مش انا لما بلبس ببقى صاروخ، وضحي عشان الناس تبقى واضحه. طب انت ما فهمتيش، انت غلطانه. لا انا فاهمه. مش صباح الفل. يعني بصي يا مايا، مثلا مامتك قالت لك قبل في نفس اليوم قبليها بدقيقتين، ايوه مايا احنا هننزل عشان نمثل مثلا، انت بقى هتجي يعني انت مامتك ما قالتلكيش قبليها مثلا بيوم، فانت ما حضرتيش اي حاجه تمثليها، لا مثلا مش عارفه تلبسي ايه كده، مش جاهزه، ومثلا دخلتي الدولاب طلعتي اي حاجه ولبستي ونزلت، هيقولوا لك اول ما توصلي هيقولوا لك يلا يا مايا احنا هنطلع في المسلسل دلوقتي، لك دلوقتي حالا اول ما توصلي، وانت ما جهزتيش اي حاجه تمثليها، هتقولهم ما بعرفش امثل؟ سؤال، هتعملي ايه في الموقف ده؟ انا هستفاد من الطريق حاجه واحده بس. من الطريق كده انا عرفت ان انت ذكيه صح. ايوه هاخد معايا من ورق في البيت من قبل ما انزل. هو لا هم ما اديله وقعد اكتب كل حاجه هعمل. لا هي ذكيه يا هنا ليه؟ هي تستغل المسافه. ايوه ما هي لو تروح فيها المكان اللي هتمثل فيه هتكتبي ايه بقى؟ يا معاكي ورقه وقلم، هتكتبي ايه؟ افرضي انت كتبتي حاجه وهم مش عايزينها، حاجه ثانيه. لا انت خلينا بس اول ماما لازم الاول تسالهم صح انا امثل ايه في انهي دور بالظبط، او ايه الكلمات الاول؟ ايه الكلمات؟ افرضي مامتك استني بقى هنا، استني هنا عشان انا عاجبني الكلمات اللي هقولها. لا ممكن يكون اسمه النص او السيناريو الحوار او المشهد او ايه. انت كام سنه؟ استني بس استني، انت كام سنه؟
داخله على 8. اللهم صل على النبي. طب انت جيت يعني. ماشي قولي 8 عشان الحسد الله اكبر. منين جه في دماغك اللي وانت رايحه الطريق هجيب ورقه وقلم؟ يعني الخطه دي انت وحصل ده قبل كده ولا ايه؟ لا انا ما يعني مثلا معي. مثلا يعني مثلا انا كنت مثلا المفروض اكل كويس جدا وانا في الاكل لسه ما خلصتوش باخد مثلا البس واحنا في الطريق اكل مثلا. ذكيه. امال احنا ما كناش بنعمل كده لو احنا في سنكم؟ انا كنت لما مثلا زي ميه انا كنت مثلا لما بكون في العربيه انا بيكون عندي يعني وقت مش كتير قوي وانا لسه ما حضرتش اي حاجه كلمات هقولها فانا بفكر انا هعمل ايه في العربيه او هقول ايه افكر يعني في الحوار كله يعني الوقت اللي عندي بستغله ان انا افكر اعمل حاجه ليها المفروض ان انا هبقى اعملها ليها استفاده يعني ليها استفاده. اقول لكم على مشهد كل واحد فيكم يعمله مره. ماشي اختاروا موضوع الف لكم مشهد فيه على الهوا كده بسرعه. بلاش يعني البيتزا عشان انت لا بيتزا المره اللي فاتت كانت لا كان حاجه لا كانت حاجه ثانيه. كنا عاملين مشهد على الهواء كده ان احنا عاملين بنمثل عن ان احنا عايزين بيتزا. انت ممكن طب هقول لكم طب احنا مش الحلقه على الانسانيه؟ الحلقه النهارده على الانسانيه. انت عارفه يعني ايه انسانيه؟ البني ادم. البني ادم يعني ماشي البني ادم لا انسان يعني مثلا انا مثلا ما عم بركات قال حاجه في الاول ان هو كان راكب تاكسي وكلم اخوه الصغير وقال له هنتقابل مثلا في كذا كذا عشان هتديني فلوس انت فين؟ بس انا عموما يعني لا انت قلت له مش انت حضرتك قلت لي لا استني بس بتقولي ايه يا مريم؟ بس انا عموما ما سمعتهاش كلها عشان التلفزيون كان صوته واطي. طب ما قلتيش التلفزيون ليه؟ يعني ايه المشكله؟ طب تيجي كل واحد فينا يالف مشهد من خياله؟ بما انك بتحب التمثيل احنا عايزين نساعد مايا ان هي تمثل على الهواء قدام من الكبير للصغير. ماشي او من الصغير للكبير عشان تاخدوا وقت تفكروا. صح؟ صح. ماشي يبقى انا الاول وبعد كده ماي. هعمل مشهد مثلا ايه ليه ما بنحبش بعض مثلا. ماشي اوكي ماشي. موافقين؟ اوكي. حد يقول لي 3 2 اكشن زي ما انا بعمل في التصوير كده عشان اخد 3 2 1 اكشن. سؤال انا بكلمك انت او بكلمك انت لا انت هتاخد المشهد مني ولا ايه؟ لا انا مش هقطع حاجه مش هقطع. يلا اديني الاكشن بتاعتي. 3 2 1 اكشن. انا بكلمك انت او بكلمك انت احنا ليه ما بنحبش بعض؟ في ايه؟ ايه اللي بيضحك؟ كان لسه ما ضحكتش. هتقطعيني في مشهدي اقطعك في مشهدي. سوري. يلا اديني الاكشن. احنا مش هنعدي الحلقه كلها 3 2 اكشن. 3 2 1 اكشن. مش مهم بقى نبدا من الصفر خالص. ليه ما بتحبش نفسك؟ انا مش هقول لك اكتر من كده. ليه بتتعمد اللي انت تبقى وحش؟ ليه بيبقى قدامك الحاجه الكويسه والحاجه الكويسه دي بتقول لك انا كويسه والمصحف يا شيخ انا كويسه؟ يعني انت قدامك الصح قدامك اللي انت ما تعملش الغلط قدامك اللي انت تبقى انسان كويس انسان ناجح انسان بتطور من نفسك. ليه مانع نفسك ان انت تبقى كويس؟ يعني انت بتعاقب مين؟ بتعاقب مين عشان انت ما تبقاش كويس؟ بتعاقب مين عشان انت تدخن مثلا وتشرب سجاير؟ مين اللي بيتعاقب؟ مش اللي حواليك على فكره، انت بتعاقب نفسك الاول. بتعاقب نفسك الاول لما تتعمد ان انت تبقى عارف ان الحاجه دي بتضايق صاحبك وبتعملها. او الحاجه دي بتضايق مامتك او باباك وبرضه بتعملها. عندك حبك لنفسك بالعكس، حبك لنفسك عندك بالأذى، مش حبك لنفسك لأن أنا أبقى كويس. سوري. هو أنت بتضحكي في إيه؟ مفيش أي حاجة بتضحك. أنا الاندماج واخدني. بس في شوية بيضحك يعني. في إيه؟ بص مش ممثل. بس في شوية بيضحك. مش ممثل، مش ممثل، ما مثلي أنت بقى خلاص. اتفضلي بقى ورينا ورينا مشهد. أقول أنا فايدة المشهد. أقول الملخص بتاع المشهد بتاعي. ماشي. الملخص بتاع المشهد بتاعي اللي انا عايز اقوله صدقني حبك لنفسك انت فاهمه غلط فما تزودش الغلط بغلط وحب نفسك صح. حب نفسي حافظ على نظافتي الشخصيه والجسديه والفكريه طول ما انت محافظ على نظافتك ان انت تبقى انسان كويس فعلا انت تبقى نظيف. خلي بالك
في ناس في حياتي عارفة ان انا ما بقولش كلمة الشخص ده نضيف غير كل فين وفين، ولما اقولها لحد نضيف مش معناه اللي هو لابس لبس كويس ومستحمي. انت هتخليني اعيط ليه؟ وانا برضه. وانتوا بتضحكوا عشان ما تعيطوش صح؟ انا فنان جاحد صح؟ صح؟ انا اعيط. انا بس انا فنان جاحد صح؟ انت بدل ما مثلت قلت حاجة ريل لايف. ايوه ريل لايف. انت عارف يعني ايه اصلا؟ ايوه يعني عندما تعشق الشوكولاته. ولا ايه مش عارف. انت بتاعت الانجليزي ترجمي. ريل لايف معناها ان انت بتكلمني انا في الحقيقه مش بتمثل. بتتكلم في الحقيقه. ماشي بس حلو ولا وحش؟ ماشي. في الحقيقه الواقعيه. انا كده حسيتك بتقول اعلان ما حسيتكش بتقول اعلان؟ لا انت بتقول في الحقيقه الواقعيه. ايوه احنا انا زعلان، انا زعلان الصراحه اللي احنا يعني بصي لا مش هعيط، انا زعلان ان احنا بنمشي في الشارع تبصي على وش الناس مش بتضحك، في مشكله يعني في يعني انا مش عايزك تمشي طول الوقت هي 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 وبتضحك اوفر، يعني مش ما عندكش ابتسامه الرضا على نفسك وعلى حالك، دايما باصص للي راكب عربيه وانت ماشي على رجلك، ولو انت زي حالاتي بتركب تاكس دايما باصص على اللي معاه عربيه فخمه جدا ومش عارف ايه، يعني ما فيش الرضا، ابتسامة الرضا دي اصلها حلوه وانت ابتسامة الرضا مفرقانه جامد مفرقانه واخده مسافه. طب كمل كلامك وانا مش هقطعك. ما انت هو ايه ما انت عمالين تقاطعوني يا جماعه. خلاص سوري اتفضل. بص اخت ما تتعصبيش عليا والنبي وتعملي ايدك كده. يعني حب نفسك بس حب نفسك كويس، اختصار الكلام حب نفسك بس حب نفسك كويس، عشان انا دايما بقول صدقني اليوم اللي بيعدي في حياتك حاول تكسب فيه ما تخسرش فيه، على الاقل نفسك اكسب على الاقل نفسك، كان قدامك الغلط ما عملتوش، كان قدامك مثلا انت عاكس حد وما عكستوش، خلي بالك انا من يعني انا شاب اهو قمر ما شاء الله عليا، انا ما بعكسش عمري في حياتي ما عكست، مش معنى كده ان انا عندي مشكله، بس انا ليه بقول لك ده؟ عشان انا بستغرب ان في ناس شباب في الايام الجميله اللي احنا فيها دي بيبصوا على حواليهم وممكن يعاكسوا عادي. انت ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك؟ حاول تفوق، ايه مشكلتك؟ يعني اعرف مشكلتك وحب نفسك، خلي عندك عزة نفس، البنت اللي انت عايز تعكسها خليك كويس، خليها اللي تعكسك، ليه انت اللي تعكسها؟ يعني انت يعني خليك كويس بس. انا هقول حاجة بالمناسبة الحاجات اللي انت بتقولها يا عم وبركات، انا ممكن ما يكونش عندي حاجات كتيرة، يعني انا مثلا مش عندي الحاجات اللي عند الناس التانية، يعني مش عندي حاجات كتيرة، وانا لو عندي حاجات كتيرة ما بقعدش اقول انا عندي كذا وانت ما عندكش كذا، انا اللي عندي عادي ما يعني ما مثلا ما بقولش اشمعنى انت عندك كذا او انا عندي كذا وانت ما عندكش كذا، انا باللي عندي برضه بيه بكون مبسوطة باللي معايا برضه بالحاجة بتاعتي الحمد لله. بس الحمد لله اصلها كويسه، ولما بترضى بالحاجه اللي معاك بتاخد بالك منها وبتكتشفها اكتر، يعني انا مثلا مؤخرا بدات احب كل حاجه حواليا في كل حته، يعني بدات احب كوبايتي معلقتي، انا ده من زمان انا عندي التلاجة بطبطب عليها بجد. والله يعني هقول لك على حاجه يا مايا، مره كنت بحكي لحد قصه كده برضو ضحكوا عليا بسخريه زي ما انتم. احنا ما نضحكش، احنا ما نضحكش بسخريه. سخريه انت يا عم بركات بتضحكني. ما هقول لك ليه. لا لا انا مش شايفها بطريقه غلط، بس انا اقول لك ليه بطريقه، لا مش بطريقه غلط. بص هقول لك على حاجه، انا مره بحكي لحد بنتكلم يعني على البيت وكده، فشافتني بطبطب على الغساله وبقول لها شكرا كتر خيرك. يا لهوي ايه ده. فكانت ضيوف عندنا في البيت، فكانت واحده صاحبه اختي، فطلعت قالت لاختي فقلت لها مين اللي لسع؟ قالت لها اخوكي لسع بيتكلم نفسه. فسمعت قلت لها مين اللي لسع؟ قالت لي انت بتطبطب على الغساله. ايوه انا بقى شرحت لان هم ضحكوا عليا ضحك مش كويس، يعني ايه ها ها هي 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 اللي هو بقى الضحك الاوفر ده اللي تحس ان النكته جت دلوقتي والضحك طيب. جه طيب يا عم بركات هو حلقتنا خلصت؟ معرفش لا لا ما انا ما بهزرش. لا ما تقوليش كده بجد. ما لا بجد ما لحقتش. طب خلي مايا تقول حاجه بقى لاصحابها وزمايلها وبعد كده. طيب وانا ننهي الحلقه. يلا يا مايا بصي بقى لكاميرتك وقولي حاجه لاصحابك ولزمايلك يلا.
كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير كل سنة. الله. في حاجة تانية؟ طب مين من أصحابك بتحبيهم؟ كلهم؟ طيب كلهم قولي له كلهم بحبكم. بحبكم كل أصحابي. وأنا كمان بحبكم كلكم وهنشوفكم الحلقة الجاية وباي. طب أنا أقول حاجة، أنا أقول باي. فضل. كلنا نقول باي. 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 باي.